سبقنا هضرنا عليه بليزيغ فوا في الميدان الفني ديالنا. ماشي دائما الاعمال كتصدق. يعني مثلا انا من غير لي جيو اعمالي انا الخاصه عندي ما يقارب واحد 10 ديال الاعمال اللي ما خارجاش. يعني انني صرفت عليها فيديو كليبات وخدمتهم ومن بعد ما كنتش مقتنع بالعمل، فشفت على انه الا خرج داك العمل غادي يضرني، فانا تحفظت ما بغيتش نخرجهم، خليت عندي الاعمال ديالي. يعني هادو اعمالي الخاصه، فما بالك الا كان ان جيو مع شي فنان اخر، سواء دنيا باطمه او اي فنان كيف ما كان. الا ما كانوش الفنان اصلا مقتنعين بالريزولطا ديال داك بالنتيجه ديال داك العمل، فمن الاحسن ما يخرجش لان غادي يضر الطرفين بجوج. وحنا الا اجتمعنا على عمل سواء انا ودنيا او انا واي فنان اخر، فالاحسن على اننا نعطي واحد الصوره جميله، هي تبان بواحد الصوره جميله وزوينه وانها كتشرفها، وانا كذلك نبان بواحد الصوره جميله، انا ما نضرهاش وهي ما تضرنيش. وإذا كان فينا الضرر لواحد الطرف من الطرفين او لينا بجوج، فمن الاحسن العمل ما يخرجش، حتى نكونوا متيقنين منه، حتى نكونوا متاكدين بلي انا داك العمل الا خرج غادي اولا غادي يدير ضجه. خصو يعني جوج اسماء، من يكونوا اسماء لامعه وكيكون كذلك موزع او ملحن معروف، فمن يجتمعوا اسماء كبار في 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 في, 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 في عمل، فمن الاحسن انه يكون في المستوى، لان غادي يكون موجه له لي كريتيك بزاف. والان مع هذا الشيء ديال الانترنت ولي ريزو سوسيو تا با دغوا ليغ، ما عندكش الحق انك دير الغلط. دونك هذا هو، يعني من الاحسن اننا بعض المرات نسحبوا شي حوايج حسن ما غادي يكون الضرر وغتكون العواقب شويه وخيمه على لا.